مشاهدينا متابعينا ومتتبعي على ست تي في بازيدا، مستمرين معكم في تغطيتنا لفعاليات بطولة الجاليات الخامسة، لقاءات السيمي فاينال. نيجيريا تنتصر على السودان وتصل لأول مرة للمباراة الختامية، في المقابل برما أيضا تنتصر على اليمن وتصل لأول مرة إلى المباراة الختامية. يسعدني ويشرفني في هذه اللحظات بأن استضيف أفضل لاعب في مباراة برما واليمن، الكابتن عبد الله عبد الخالق. عبد الله، في البداية رحب بك، أمس عليك عبر على ست تي في بازيدان، ألف مبروك، انتصار، نتيجة، أداء، جمهور، تميز بما يعني الكلمة للجالية البرماوية. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر رئيس الجالية البرماوية الأستاذ أبو شمع، وثاني شيء أشكر الجمهور والإداريين والجمهور الكثير، الحمد لله بفضل الله ثم دعواتهم. عبد الله، كيف كانت المباراة داخل أرضية الملعب؟ كيف كان خصمكم اللي واجهته الجالية اليمنية؟ والله الخصم يعني أفضل مننا بكثير كأسامي، كلعيبة الغربية ما شاء الله على مستوى الغربية، لكن الحمد لله الجالية البرماوي راجع بقوة إن شاء الله. البطولة الماضية إن شاء الله ما كنا مستعدين لأن تصحيح أوضاع وهذا، لكن إن شاء الله تصحيح أوضاعنا إن شاء الله، جايين بقوة إن شاء الله. لأول مرة تصلون للمباراة الختامية، في المقابل نيجيريا لأول مرة تصل للمباراة الختامية، نظرتك الفنية ما قبل بداية المباراة، كيف تتوقع المباراة الختامية؟ والله ما توقعت، يعني توقعت أن بننهزم، يعني خصمنا الجالية اليمنية كانت عناصر قوية ما شاء الله تبارك الله، يلعبون كذا لعيبة ما شاء الله تبارك الله على المستوى الغربية، لكن الحمد لله نحن يعني لعبتنا على قدنا وما يعني ما يلعبون برا، يعني بس بيناتنا يلعبون في حوارينا بس، لكن الحمد لله بجهد الجمهور بجهد اللعيبه ان شاء الله توفقنا ان شاء الله. عبد الله، جائزه افضل لاعب في مباراه سيمي فاينل ايش تعني لك؟ والله هذه ان شاء الله كل حادث حديث ان شاء الله. طيب اليوم انتصاركم تهدي لمين؟ والله اهديها لام رهف، هي زوجتي الغالية إن شاء الله، وأنا قاعد ما عندي لا أم ولا أب، لو كان هم عايشين كنت أهدي الهدية إن شاء الله الفوز هذا. شكرا لك. عفوا.